البشر اللي بتسأل عليه دايما في المعارض وفي البازارات والناس اللي عارفيني دكتور هبة شانيل البراند بتاعنا بنقدم لكم احسن الحاجات. هدى بيوتي اكيد مش ده الاصلي بتاع هدى بيوتي المية في المية اللي هو غالي قوي، لكن ده جريد 1 او درجة اولى ودرجة عالية جدا من البلاشر. طبعا البلاشر كريمي والوانه حلوة جدا، بيديكي لوك تحفة، متوفر منه الوان كتيرة قوي قوي قوي. هديكي بقى ممكن تستخدميه اي شادو، ممكن تستخدميه بلاشر، ممكن تستخدميه اي حاجة انت عايزه تعملي بيها اللوك بتاعك، وكمان عايزه تعرفي سعره وعايزه تعرفي اللون اللي يناسب معاكي، تواصلي معايا شخصيا على اللينكات اللي موجوده في البايو او الرقم اللي موجود برضو بنسيبه في العنوان وكل الحاجات دي. اطمني خالص اطلبيه، هيدي معاكي لوك حلو جدا جدا. وبرضو الناس مهما بتستخدم حاجات وحاجات كتيره برضو ما بتستغناش عن الباودر او البلاشر الباودر، عشان انا بتسال عليه كتير ودايما بيخلص، يعني انا بتسال واجيبه ودايما يخلص مننا. هايلايتر هدى بيوتي هاي كوبي، انا دايما ببقى حريصه ان اجيب لكم الحاجه اللي فعلا تكون بتدي نتيجه حلوه جدا وسعرها في المتناول، ما تكونش جريد قليله ولا درجه قليله، بس تكون حاجه عاليه وتديكي افكت حلو قوي في الميك اب بتاعك. الوانها تحفه جدا، تليق على اي لون بشره، هتديكي لون برونزي حلو جدا مع الشتاء والخريف والصيف والالوان اللي انت بتحبيها كلها. كمان ممكن تستخدميها هايلايتر واي شادو اللي انت عايزاه، حاجات كتيره جدا هتلاقيها معانا في المعارض وفي الويب سايت بتاعنا. وبتواصلي معايا شخصيا علشان كل حاجه ليها علاقه بالتجميل الكوزماتيك والسكان كير والهير كير والميك اب، سايبالك لينك في البايو تواصلي معايا عليه، او رقم كمان بنسيبه في العنوان اساليني عن اي حاجه تخص بيوتي. مين فيكم بيحب التنت؟ انا بعشق التنت ومفيش بنت بتستغنى عن التنت، بس التنت ده مختلف لانه كوري، طبعا جوده عاليه جدا، كمان الوانه مختلفه، اللون النوتيلا موفرينه، واللون اللي هو الخوخي او المشمشي، بتقولوا عليه ايه؟ بتقولوا عليه خوخي ولا مشمشي؟ لون كمان الفراوله ولون الكريز اللي هو الاحمر، لون الفراوله اللي هو زي فوشيا كده او بامبي او بينك، واللون اللي هو الاحمر الكريز، الوانه حلوه جدا وبصراحه عسل وكيوت جدا. عايزين تطلبوه هتبعتوا لنا الرسائل من دي ام او اكتبوا لنا في الكومنتات هنرد عليكم على طول، وكمان ممكن تتواصلوا على اللينكات اللي موجوده في البايو او البروفايل عشان الناس اللي مش عارفه البايو. بس كده هو فعلا تنت جميل وكيوت جدا وهيحافظ كمان على اللوك الطبيعي بتاعك وهيفضل ثابت زي البنت القمر دي. ده بقى الروج اللي هيقعد بديل كيكو في البيت، او هيقعد بديل كيكو الدبل في البيت اللي هو كان عامل ضجة وما عادش موجود او سعره غلي شوية عن المعتاد. الالوان بتاعت مايت سينما الجديدة من الروج اللي هو بديل كيكو اللي هو الوان مش الدبل، ومش محتاجين الدبل في حاجة لانك اصلا مش هتحطي على المات ليب جلوس، احنا عندنا انواع كتير من ليب جلوس احلى بكتير قوي. طيب الالوان بتاعته حلوة، ثباته اعلى بكتير جدا جدا، وكمان مش بيشقق الشفايف او بيخلي شفايف ناشفة كده. انا عايزه اقول لكم ان اكتر لون عجبني، انا بحب الاحمر ده وبحب اللون النود ده، يعني اول لونين عجبوني. قولي في الكومنتات ايه اكتر الوان عجبتكم من الروج ده، ولو عايزين تطلبوه ابعتوا لنا رساله او تواصلوا معانا على اللينكات اللي موجوده في البايو. مهم جدا قبل ما تستخدمي الليب جلوس بتاعك لازم ترطبي شفايفك، لازم ضروري ضروري، سواء الليب جلوس ده مات او مش مات او ثابت او مش ثابت. ليه بقى؟ لازم عشان تحافظي على شفايفك وتقدري حتى تتكلمي وتعيشي حياتك كده. الترطيب ده حلو جدا، ده ليب بالم على شكل قلم وفي اشكال كتيره موجوده، كمان بيدي لون وردي كده قريب من اللون الكيوت ده. لو انت مش عايزه تحطي اي ليب جلوس اطلبيه من اللينكات اللي موجوده في البايو او الرسائل اللي موجوده، ابعتي لنا رسائل عادي او اكتبي لنا في الكومنتات هنرد عليكي على طول. القمر العسل السكر شجلام 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 للابد. البلاشر ده مش هتلاقوه عند ناس كتير، فعلا بدأ ينقص من السوق لان هو فعلا فعلا يستاهل الضجة المعمولة عليه، ويستاهل ان كل البلوجرز تستخدمه وتطلع بيه في الفيديوهات لانه ثباته حلو جدا وبيدي شكل كيوت وجميل قوي لبشرتك، درجاته حلوة وراقية وشيك قوي قوي قوي، حتى هو كمان شكله شيك في العلبة بتاعته. طبعا متوفر ان انت تشتريه لوحده او تشتري الباكج على بعضها، بس حاولي تلحقيه لما اصلا ما عادش موجود اصلا قرب يخلص. طبعا تقدري تطلبيه من اللينكات اللي موجودة في البايو او الارقام، كمان من الدي ام هنرد عليكي على طول. المنتجين دول حطيهم قبل ما تحطي الروج بتاعك او الليب جلوس عموما، سواء ليبستيك او ليب جلوس او اي حاجة على شفايفك، هيفرقوا جدا في شكل شفايفك، هيحسسوكي ان شفايفك كبيرة كده كأنك عاملة فيلر من غير ما تعملي فيلر. عايزة تشتريه الاصلي هتلاقيه موجود عندنا في المتجر بتاعنا، ازاي توصل لنا؟ من الرسائل الدي ام
دايركت مسج او اللينكات اللي موجوده في البايو، هنرد عليكي بالمنتج التجميلي الانسب ليكي. هي الجاد رولر دي ولا المنتج ده اللي احنا مش عارفينه اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ بصراحه يا جماعه عن تجربه، تدليك البشره بيفرق جدا في نضارتها، وبيفرق جدا في انك توزعي الكريمات والسيرومات المرطبه على بشرتك، لان ده هو اللي هيحافظ على نضاره بشرتك ويحافظ عليها من التجاعيد. طبعا المنتج ده دلع، بس ما فيهاش حاجه لو دلعنا بشرتنا ودلعنا نفسنا، وطبعا هيفرق جدا معاكي جدا جدا، بس اشتريه الاصلي علشان دي اكتر حاجه بتلامس بشرتك، وده اهم حاجه لبشرتك عشان تحميها من التجاعيد وترطبيها بشكل احسن وتدلعيها. اطلبي المنتج ده من الرسائل او من اللينكات اللي موجوده في البايو. مشكله الحبوب والبشره المعرضه ان هي تطلع حبوب، دايما بيكون اول حل ليها هي اني استخدم غسول مناسب، والغسول ده يكون بيعمل كليننج للبشره او تنظيف، كمان يكون انتي بكتيريال، يعني ضد البكتيريا اللي بتكون سبب اساسي في الحبوب. الغسول ده بيقضي على البكتيريا بنسبة كبيرة جدا، كمان بيحافظ على بشرتك ان هي ما تنشفش او ما تعملش قشرة او المشاكل دي كلها. اطلبي المنتج ده من اللينكات اللي موجودة في البايو، او بعتلنا رسالة دايركت هنرد عليكي بالانسب والغسول الانسب ليكي. فين البنات اللي ما بتحبش تحط ميك اب؟ انا منهم بصراحة، كنت اتكلمت في الفيديوهات وجربت الكريم ده قدامكم وشفتوا نتيجته عليا. بجد كريم بينور الوش كده، بيخلي بشرتك جلوي كده من غير ما تحسي احساس انك حاطه طبقات من كريم الاساس على بشرتك. هو كريم مرطب عامل زي كريم الاساس بس خفيف جدا على البشره، وبياخد لون البشره ومع الوقت بيفتحها، وبصراحه خفيف وكمان يحميكي كمان من الشمس. تقدري تستخدميه الصبح، هو بخلاصه الفيتامين سي، ودي احسن حاجه ممكن تعمليها لبشرتك. اطلبيه من الرسائل او اللينكات اللي موجوده في البايو، في ارقام تواصل، في كل حاجه، كلمينا عشان تعرفي كمان الباكج المناسبه ليكي، وكمان العروض والهدايا والحاجات الجميله. عندنا ميك اب وسكين كير وكل البيوتي برودكت اللي انت تحبيها. رموشك اتقل واطول مع ماسكاره نارس، وكمان شكلها شيك قوي وراقي جدا في الشنطه بتاعتك. لو عايزه تطلبيها هتلاقي اللينك موجود في البايو، وموجود كمان الارقام، او اسالينا في الرسائل والكومنتات هنرد عليكي على طول. الماسكارا دي شكلها شيك جدا في شنطتك، كمان هتخلي رموشك شكلها شيك. ازاي؟ هتطولها وتكثفها وتحافظ عليها. حاولي تلحقي اخر قطعتين او ثلاثة من الماسكارا دي لان عمالة تخلص من عندنا. تقدري تطلبيها ازاي؟ ممكن تتواصلي معنا على اللينك اللي في البايو، والارقام كلها موجودة وكل الداتا موجودة، او اسألينا في الكومنتات او الرسائل هنرد عليكي على طول. الماسكارا دي بخلاصة الالوفيرا بجد حلوة جدا جدا، هتقي رموشك مع الوقت وتديكي لوك حلو، وكمان ما بتبقاش تقيلة على الرموش، بتحسي كده ان انت مش عارفة تفتحي عينيكي. لو عايزة تطلبي المنتج ده ومنتجات تانية كتير، ميك اب وسكين كير، وتتواصلي مع الدكتور، هتلاقي لينك في البايو تقدري تتواصلي معايا شخصيا، او اسألينا في الكومنتات.